يا ربي يا خالق يا عظيم، ارحمنا يا رحمن يا رحيم. يا ربي يا خالق يا عظيم، ارحمنا يا رحمن يا رحيم، واجعل شفيعنا النبي يا كريم عشان نخش الجنة معاه. نبي الرحمة والسلام، شريعة سمحة مدى الأيام. نبي الرحمة والسلام، شريعة سمحة مدى الأيام، عمت على بلاد الإسلام، هو اللي دينه دين المواساة. الدنيا دي والدين لله، وكلنا آمنا بالله. الدنيا دي والدين لله، وكلنا آمنا بالله. دين النبي احنا ارتضيناه علشان نفوز كلنا برضا. يا ربي يا عالم بالحال، اصلح الينا يا رب الحال. يا ربي يا عالم بالحال، اصلح الينا يا رب الحال، واختم لنا بصالح الاعمال. اقبل دعانا يا الله، اسمع الصاد يا ناس، واشهدهم على ظلم الناس. اسمعوا الصاد يا ناس، واشهدهم على ظلم الناس. الظلم حرم رب الناس على عباده كتير لها. الظلم حرم رب الناس على عباده كتير ولا. الصد أم ولد أولاد، وجوزها مات وساب الأولاد، وهي هملت الأولاد واتجوزت غيره. يا سفا اتجوزت راجل بطا، كان كل همه النساء والمال، ولا كانش همه في الأطفال، وبهدلت أولادها معاه. اسمعوا الإصرار يا ناس، واشهدوا على ظلم الناس. الظلم حرم رب الناس على عباده كتير ونغى. قصه ام والاولاد، وجوزها مات وساب الاولاد، وهي قبلت الاولاد واتجوزت غير اسافه، اتجوزت راجل بطل، كان كل امه النساء والمال، ولا كانش امه في الاطفال، وبهدلت اولاد جماعه واحد. ربنا بيقول لحضرة النبي في القرآن الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اتنين يتامى أبوهم مات وتركهم للأم، وبعد وفاة أبوهم بست شهور واحد من الناس راح للولية دي في بيتها وطلب منها الزواج، فوافقت الولية. ادعى الراجل انه ما بيتزوجهاش الا عشان خاطر يربي العيال اليتامى، خلاها وقفت. وافقت على الزواج، كانوا الولاد سنهم يطلعوا دوب سنتين، ولكن الموت ما خلاش نجم الاثنين. كان واجب الام تقعد وتربي في الولدين، لكن اذا اتجوزت بعده بست شهور اسهم وشوفوا الحكاية مني يا مستمعين.
الليلة دي الليلة دي فيها نور النبي الهادي، الليلة دي الليلة دي فيها نور النبي الهادي. عمري قلبي عمري حبي، عمري قلبي عمري حبي، اوين يا اغلى الليلة دي الليلة دي. كانوا الولاد سنهم يطلع عادوا بسنتين، ولكن الموت ما خلاش لهم الاتنين. كان واجب الأم تقعد وتربي في الولدين، لكن ده اتجوزت بعده بست شهور. اصمم وشوفوا الحكاية مني يا مستمعين. هذا الولد كان اسمه ضياء، واخته كانت اسمها صفاء. هذا الولد كان اسمه ضياء، واخته كانت اسمها صفاء، وكانوا سبحان الخلاق جمال طبيعي صنع الله. جمال وكان بده صيانة، مش بده بهدلة وإهانة. الأم كانت غلطانة وجوزها كان منه لله. كان الراجل ده مالوش ضمير وهنولدها بشكل كبير. كان الراجل ده مالوش ضمير وهنولدها بشكل كبير، وعمل ليها منكر ونكير، وهي كانت مظلومة معاه. ولما كانت تدافع عنه ينغز بين الأوله، ولما كانت تدافع عنه ينغز بين الأوله. أولادها ما كانش قابله ولا طيق يقعد وياه. أولادها ما كانش قابلهم ولا طيق يقعد وياه. واحد بلغ ضياء من العمر 7 سنوات، وأخته 8 سنوات، فخلاها نايم في ليلة من الليالي. وجاء ضياء قال لها: يا صفاء أمك نايمة، أنا ما عنتش أتحمل العذاب ده، أنا ماشي ولأمك سألت عليا، ابقي خليها تدعيلي ماشي، أنا معاك. أنا متضايقة من راجل جوز أمك ده كمان، وخلوا الأم نايمة بالليل، وخرجوا اليتامى في ظلام الليل. اللهم صل على النبي. الولية أمهم كانت صالحة، فقامت اتوضت وصلت الصبح حاضر، وراحت واخده الفطار وقالت: فطار العيال قبل الراجل ما يصحى، اهي فرصه.
فراحت بتفتح الباب ما لقتش العيال. وشوف لما تدخل الام ما تلاقيش ولادها، ضناها اعز الشيء عندها. طلعت فوق نزلت تحت بتفتح في باب الاوض مش لاقيه العيال. فالراجل جوزها ايه الهيصه دي، حتى الشوايه اللي نامين فيهم العيال مش مهنيانه عنهم، كشروا تهدي. قالت للعيال، هربوا العيال من العذاب اللي انت سائلهم. اهلا وسهلا، هربوا اهو ده اللي انا عاوزه. سيبيهم يا شيخه بلاوش، عاوز ابقى انا وانت وبس. قالت لولادك، لكن انا اقدر اقعد لحظه من غير ولادك، دول فلذات اكبادك، عن اذنك ما اخرج اشوف العيال اجيبهم وادي. قال لا تجيبوهم وتيجي. اعملي حسابك ان العيال دي دخلت تاني هنا هتبقي متطلقه بالثلاثه، شافعي ومالكي وابو حنيفه. قالت له كده وانا برياك واشتكيتك لله، وراحت سيبان البيت وماشيه تبحث على اولادها، وبقت عامله زي ايه الام، بقت الام زي الطير اللي اتهدم عشه وراح يدور ملقاش اولاده ولا عشه، بحس بين الوشوش وما التقاش عشه، فضل ينوح 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 ويتندم على حظه لان جوه السبب وبايده هدم عشه. مشت في الظلام، وعشان إرادة ربنا تنفذ مشت في طريق وأولادها في طريق آخر، وفضلت تشكي وتتضرع إلى الله. اتفرقوا في بلاد الله وهي ماشية، راحت الدموع نازلة وجت على بيت واحد من الناس وخبطت عليه. الله، مين؟ عاوز ايه يا ستي؟ قالت له مسكينة غلبانة، عاوز حد يحن علي، حموت من الجوع، بقالي كم يوم وكم ليله ببحث على اولادي، انا نفسي اشوف ولادي قبل ما اموت.
اللي اتجوزت عليهم وهربوا من عذاب جوز الام. فدخلت بيتها سرجل وفضلت تبكي وتقول ايه ومش حاول الا ما تصلوا عليه. الام بكت عشان ولادها وقالت ايه يا فيك ناس يا ليل نايمين ومرتاحين وناس تدوق العذاب ويباتوا سهرانين شايلين هموم غم وهم ما بهم دارين. يا رب ارحم ولادي من العذاب يا كريم وترفع الظلم عن كل اللي مظلومين. العيال اليتامى هم ماشيين من سوء الحظ قابلهم راجل حرامي وقطع طرق ما عندوش ضمير. فلما لقى العيال ماشيين في الظلام راح شايل العيال وخدهم ومشي. قام ضياء قال لها مش قلت لك ربنا هيكرمنا يا صفاء؟ اهو الراجل ده مرضاش يخلينا نمشوا على الارض كمان. اعطف علينا يا عم احنا يتامى. قال له اعطف عليك ازاي يا ولد؟ انت عارف انت عند مين؟ قال له لا مش عارف. قال له انا شغلتي حرامي وقطع طرق. قل لابوك مين؟ وانت من عيلة ايه؟ بدل مقطع رقبتك يدفعوا الدية نوصلك لاهلك. فبكت صفاء. قال لها ما تبكيش يا شطرة. طب قولي لي انت اسم ابوك ايه؟ فنطقوا اليتامى في نفس واحد.
وقالوا للمجرم ايه؟ قولي يا واد ابوك مين؟ قولي لي يا شاطره ابوك مين؟ فنطعوا اليتامى في نفس واحد وقالوا له ايه؟ قالوا له احنا اخوات من امنا وابونا، ولكن الموت حرمنا واحنا صغار من ابونا، وامنا اتجوزت راجل تاني غير ابونا، سقانا مر العذاب، سقانا مر العذاب، وامنا ما غدرت تحوش عنا العذاب، والاتنين ظلمونا. يوم يومين ثلاثه حابس العيال، محدش سال عليهم، فقال إذن إن الولاد دي كلامها مظبوط، ربما يحصل عليك هجوم والبوليس يقبض عليك لما يعرف إن أنت حابس العيال دول. الله. فجه في ليلة بالليل وطرد اليتامى بالليل وما دقوش الطعام، ففضلوا ماشيين في ظلام الليل. لما لقوا بستان جميل على مدى الشوف، فراح واخد اخته كده وماشيين في الجنينه، لا اله الا الله، لقوا واحد كده واخد ولاده الصغر بيفسحهم في الصيف في الهوى الجميل بتاع الصباح ده، فبيقول له اعطف عليا يا عم، اديني حاجه لله، انا يتيم انا واختي. قال له امشي يا واد من هنا. قال له طيب يا عم انا اسف. بس ده حبيبي ياسر، ده حبيبي، صلى على الرسول. مشوا كمان شوية في الجنينة فلاقوا واحدة قاعدة بتفطر ولادها الصبح كده. قال لها انا قلت للراجل، قول انت للست، والنبي يا ست تحن علي، انا يتيم انا واخويا، مش يا بنت وانت عينك زي الشم كده. فراحت الولية بصلهم بعين رضية فسابوها ومشوا. وكل الناس روحوا على بيوتهم وهم فضلوا في الجنينة قاعدين لواحدهم، ما ناموش طول الليل من خوفهم ومن جوعهم، مش لاقيين لهم بيت بين السماء والأرض، ولا حتى مأوى بقى، ولا حدش سأل عنهم. وفي صباح اليوم التاني قاموا الولاد بقى من تان يبكوا قولوا أبيان، بيبكوا قولوا أبيان، والجوع بلغ منهم أقصى اللي حصل واللي جرى. قاموا الولاد الصغيرة اللي حصل واللي جرى، قاموا الولاد الصغيرة ياكلوا الفرافيت المبعثرة،
ياكلوا الفرا في كلمة بطرة. شافهم ولد كانت اخته معاه، هذا الولد كان اسمه علاء، واخته كانت اسمها سناء. هذا الولد كان اسمه علاء، واخته كانت اسمها سناء. قالوا الضياء وقالوا الصفاء، بتاكلوا شيء الناس رمياه. بكوا قالوا له احنا جعانين، واعذرونا احنا مساكين. بكوا قالوا له احنا جعانين، واعذرونا احنا مساكين. والناس عنا مش سائلين، واحنا كده على فيض الله. وفي صباح اليوم التاني قاموا الولاد بقى من تاني، يبكوا وقولوا أبيان، والجوع بلد منهم أقصى اللي حصل واللي جرى. قاموا الولاد الصغيرة ياكلوا الفرا في تلم بطرة، شافهم ولد كانت اخته معاه، هذا الولد كان اسمه علاء، واخته كانت اسمها سناء. قالوا الضياء وقالوا الصفاء، بتاكلوا شيء الناس رميه. بكوا قالوا له احنا جعانين، واعذرونا احنا مساكين. بكوا قالوا له احنا جعانين، واعذرونا احنا مساكين. والناس عنا مش سائلين، واحنا كده على فيض الله. وحي تاني يوم بعد ما ماتوا في الجنينة وما ناموش طول الليل، فماشي ضياء لقى شوية زبالة كده مرميين تحت جذر شجرة، فقعد كل ما يجاب له لقمة عيش ينفضها ويعطيها لأخته، أخته يقابلها لقمة عيش تنفضها وتعطيها له. فربنا أراد إنه يسعد اليتامى، فولد ماشي في الجنينة هو وأخته، شاف المنظر قال لها يا سناء، قالت له نعم، قال لها أنا شايف منظر بيقلمني أوي، قالت له سلامتك يا علاء، فيه إيه؟ قال لها ولد مجنون بياكل عيش عافف عليه الذباب. قالت له انت جالك منين انه مجنون يا علاء؟ قد يجوز انه فقير مش لاقي حد ياكله، تعال ان كان مجنون نعالجه، وان كان فقير ناكله طعام جميل. وراح علاء واخد اخته سناء ورايحين لضياء وصفاء، ومشوا الاثنين. انت يا جدع، انت يا خنا، بتاكل العيش ده ليه؟ مجنون؟ قال له لا والله عقلي سليم. ممكن اقول لك على ظروفي؟ قال له جوه. اسمك ايه الاول؟ قال له اسمه ضياء واختي صفاء. قال له اخوك علاء واختك سناء. قول يا عم. قال له ابويا مات، امي اتجوزت راجل ما عندوش ضمير، فضل يعذب فينا ايام وليالي، اتحملنا كتير، هربنا وسيبنا البيت ليه هو وامي، وبعدين قابلنا واحد حرامي وقطع طرق، عذبنا كم يوم وكم ليله. كل ما نقول له احنا يتامى ما يصدقناش، لما حبسنا كم يوم عنده وما لقاش حد بيسال علينا طردنا بالليل.
جينا الجنينة دي بيتنا فيها كم ليلة؟ نقول لواحد ولا واحدة اعطينا، ما حدش راضي يحل علينا. كل الايام دي ما كناش، ناكل العيش ده ولا ما ناكلوش يا اخي علاء؟ فبصلوا علاء كده ونطق وقال له ربنا يقدرني واخدمك يا ضياء. سناء يقفي معاهم على ما اوصل بابا واجي. وعمل ايه؟ علاء ساب اخته واياهم وراح لابو غدار وقال له يابا 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 يا بابا يابا 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 يا بابا يابا في الجنينه ولد وبنت صغار من دورنا يابا حلوين يشبقوا الازهار لكن من الجوع والتشريد اوشكوا مع البوت فقال له هاتهم انا قاعد وفي استنزار. علاء ساب اخته واياهم وراح لابو عذار وقال له يابا على ساب اخته واياهم وراح لابو عذار. وقال له يابا 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 في الجنينه ولد وبنت صغار تشريد اوشكوا مع الموت فقال له جاتهم انا قاعد وفي استنزار. رجع بسرعة على تاني على الجنينة راح من تاني وقال ابويا يا صاني
والأب يا صالح نروح سوا كلنا لحدا أخد على في ضياء وخد السنة في إيدها صفاء مش يوم بفخر وكبرياء وابوهم كان حلو اسمه الآن رحب بيهم أحسن ترحيب وارتاحوا بقى بعد التعشيق رحب بيهم أحسن ترحيب وارتاحوا بقى بعد التعشيق وقابلهم بقلب رحيق كأنهم أولاد ظلام مسح على رسوم بحنان مسح على رسوم بحنان عاشوا الولاد في خير وأمان مسح على رسوم بحنان عاشوا الولاد في خير وأمان مسح على رسوم بحنان كأنهم أولاد ظلام كأنهم أولاد ضلال دخلوا العيال اليتامى قصر سبع طبقات فلما دخل ضياء وصفاء القصر قابلهم الراجل صاحب القصر ويبسهم وكان غني قوي لكن كل واحد لأسيادنا مننا في الدنيا له فيها مشكلة اعتبر ان اليتامى اولاده لا يمكن ياكل لقمة من غيرهم يلبس ولاده الحرير يلبس اليتامى قبل ولاده الحرير كان الراجل ده غني لكن علته مرضه بخس كتير بالفلوس ملقاش دوا المرض بحب فعل الخير تمام هذا الرجل كان اسمه إمام بحب فعل الخير تمام سأل الأولاد وعرف تمام أصل الحكاية والمأساة قال يا علاء انت وضياء ويا سناء انت وصفاء حنعش سوا إن ربنا شاء انا وانتو يا ولادي على الله طول عمري ما هفرق بينكم وانتم ولادي كلكم طول عمري ما هفرق بينكم وانتم ولادي كلكم
وأوعدكم وأعاهدكم أي طلب علي قضاء، وإن كان على أم ضياء وصفاء في يوم حتيجي الرب نشاء، وإن كان على أم ضياء وصفاء في يوم حتيجي الرب نشاء، عاشوا الولاد في خير وغلاء وأم أم يعلم ظلا، عاشوا الولاد في خير وغلاء وأمهم يعلم غلا. وحي عشان ربنا يكرم اليتامى دول. بعد ما وصلوا عند الراجل ده يا ما صرف مال على صحته عشان يطيب من المرض ما طبش، ولكن بمجرد وصول اليتامى عنده ربنا شال منه المرض. قال له يا ربي لك الحمد، العيال دي في عينيا من جوه، يا علاء اعتبر ضياء اخوك، يا سناء اعتبري صفاء اختك، اوعى تزعلهم في يوم من الايام. العيال لقوا اللي يربيهم، تربيه غاليه، لكن الام الأم يا عيني لا بتهدأ دقيقة ولا ثانية، عمالة تسأل وتتنقل من دار لدار ثانية. ثانية عمالة تسأل وتتنقل من دار لدار تانية، وكل ما خلاص بقى تيأس من الدنيا ترجع تقول أنا قلبي حاسس إن الولاد عايشين، وإن أراد ربنا ربنا يفرج في ثانية، عاشوا الولاد عيشة هنية حنان وحب وتربية، عاشوا الولاد عيشة هنية حنان وحب وتربية، مع راجل قد الدنيا مع راجل قد الدنيا محبوب وكل الناس عارفاه، ولو السرايا سبع طبقات وكل دور كان في خيرات، كانوا الصبيان وكانوا البنات عايشين سوا زي الاخوات، عايشين سوا عيشه غنيه حنان وحب وتربيه، مع راجل قد الدنيا محبوب كل الناس عارفة، ولو سرايا سبع طبقات وكل دور كان في خيرات، وفي أساس وفي حاجات كل النعم كل الخيرات. وحي
الراجل الحج امام كل ما يصلي يقول له يا رب نفسي اتم الجميل. ليال الاربعه كبروا يستاهلوا الزواج. اذا كان علاء يحب صفاء وبنتك تحب ضياء كنت اسعدهم لبعض. وفي يوم من الايام سمع علاء بيقول لصفاء ايه وضياء بيقول للسناء ايه ومش هقول الا لما تصلوا عليه.
صل على الرسول. الراجل لما لقى العيال ماله البعض فخر ساجدا لله الواحد القهار، ونوى ان يعمل لهم صوان عظيم ويكتب كتاب بنته على الولد اليتيم. صلى على الرسول. وابنه ياخد البنت اليتيمه. الله يخليك يا ياسر يا رب. صلى على حضره النبي. عمل الصوان ودعا الناس، الحج امام، وقام في هذا اليوم صلى الفجر في امان الله، وكان تاجر على مستوى كبير، تاجر امين، وهو واقف يبيع ويشتري في الصباح. حصل ايه؟ ومش هقول الا لما تصلوا عليه. مش محمد. في يوم كان صباحه جميل قوي وبديع، امام واقف في دكانه يشتري ويبيع، إلا ودخلت عليه صبية حلوة في أحلى ربيع. السن ضاحك، السن ضاحك، وأما قلبها بيبكي، ده شو جمالها، وقف لا يشتري ولا يبيع. اسمك ايه؟ قالت له بتسأل على اسمي ليه؟
قال لها شايفك بتضحكي. قالت لي بضحك، انا بضحك لكن قلبي بيبكي من جوه. ليه يا ستي؟ قالت له عشان ولادي اليتامى اللي اتجوزت عليهم وهربوا مني في ظلام الليل. الراجل قال في عقله يظهر الفرح هيبقى واحد، ولاد دول قد ايه يا ستي؟ قالت له ولد اسمه ضياء وبنت اسمها صفاء. قال لها تعالي، وراح واخدها وطلعين القصر. يا علاء، قال له نعم يا بابا. قال له صحي لي ضياء من النوم وقول له كلم بابا وميل عليه كده، قول له امك وصلت بالسلام. ابني ضياء ابني في القصر ده. قال له بقى زي القمر، يا سلام ما شوفيه، بس يخافي على نفسك، حافظ على نفسك، ان ساعات الفرحه بتموت. راح علاء خبط على ضياء، صباح الخير يا سيدي. قال له صباح النور. خير؟ قال له صحي اختك وتعالى. قال له فيه ايه؟ قال له امك وصلت. امي؟ راح قايم من النوم درج وراح جايب اخته صفاء، وساعه الام ما شافت ولادها اترمت عليه. شوفوا بعد ما كانوا اطفال لقتهم عرسان حلوين. ارد لك الجميل بايه؟ قال لي انا عارف بقى. فنطقت امهم وقالت له، قالت له انا رضيت اكون امي لولادي وولادك. قال لي انا رضيت اكون ابي لولادي وولادك، حنعيش سوا وحربي اولادي وولادك. وفيك مفاجاه عظيمه بدي اقولها لك، الليله ليله فرحنا وفرح اولادي وولادك. حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل، حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل، كل من شاف جمالك يضربك المثل، كل من شاف جمالك يضربك المثل. يا يا عسل. ايها الشهداء كل عام وانتم بخير. وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.